السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي المشاهدين متابعي قناة تعلم لتحترف، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم في هذا الفيديو إن شاء الله سأشرح استراتيجية من استراتيجيات يعني الترويج للألعاب. هنالك مواقع يمكن لك أن تشتري فيها ألعاب وتعيد بيعها في نفس الموقع بأثمنة أنت تحددها، لكن يعني لا تأتي وتشتري لعبة بثمن مثلا $50 وتعيد بيعها ب$52، فهذه يعني فهذا يعني $52 لا يمكن، يعني ليس هنالك ربح، هذا لا يعد ربح. أن تقوم بوضع اللعبة ب52، اشتريتها ب50 وتبيعها ب52، على أي المواقع التي تتيح لك هذه الفرصة وهي معروفة جدا، ولا تقل لي أنها نصابة أو ما إلى ذلك، فهذا لا يوجد شيء اسمه نصب في هذه المواقع. الموقع الأول الذي أقترحه عليكم هو موقع أنستون جيمينج، معروف جدا. يمكن لك الذهاب إلى موقع أليكسا ووضع رابط هذا الموقع، وستكتشف بنفسك الترتيب الهائل لهذا الموقع. هنالك أيضا موقع آخر وهو موقع gta.com، هذا موقع كذلك ممتاز ويعطيك عروض ممتازة جدا وألعاب بأثمنة يعني خيالية، لا يمكن يعني أثمنة خيالية، ليست يعني غالية وإنما خيالية يعني رخيصة جدا، رخيصة للغاية، وبالتالي يمكنك الاستفادة وإعادة بيعها بأثمنة كبيرة والربح منها. لكن المسألة التي يجب أن تركز عليها، نعم أن تركز عليها كثيرا، وهي استغلال العروض. فمثلا هذه المواقع تأتي في بعض الأيام مثلا كنهاية الأسبوع أو يعني في مناسبة مثلا نهاية العام أو في بعض المناسبات، على أي ويعني تضع عروض خيالية. واليوم أتيت لكم بعرض جميل، والذي سيشاهد هذا الفيديو يعني فهو محظوظ جدا، محظوظ للغاية، لأنه سيستفيد من هذا العرض. نعم سيستفيد من هذا العرض، شاهد معي هذا العرض. يا سلام يا سلام، هذا العرض بتاريخ اليوم 16 يناير 2015، وسينتهي بعد يومين، بعد يومين يومين، ها هو يعني العد التنازلي في أعلى الصفحة. هذا عرض رائع، عرض ممتاز، عرض يعني لا يمكن أن تتصوره. نعم شاهد معي، يا سلام يا سلام، شاهد لاحظ معي هذا العرض كيف يعني، لاحظ لاحظ معي لعبة فاير كري 4، يا سلام، شاهد بالثمن الذي تباع به في الأصل، هي بثمن $104، $104، وهي اليوم فقط واليوم يعني في هذا العرض الخاص ب$27 فقط. تخيل معي أنك اشتريت هذه اللعبة ب$27 فقط، يا سلام. ولكن السر أين يكمن السر؟ سر يعني إعادة بيع هذه اللعبة، سر يعني أقول سر وأعود وأذكر أنه سر وسر وسر. لماذا سر؟ لأنه عندما تشتري هذه اللعبة ب$27 لا تذهب وتبيعها اليوم يعني تضعها بثمن غالي، لا، انتظر حتى نهاية الـ يعني هذه الأيام التي فيها هذا العرض وهذا التخفيض. وليس هذا هو السر، السر هو أنك لا تضع هذه اللعبة يعني وتكون طماع وتريد أن تبيعها بالثمن الذي كانت به في الأصل، وهو $104، لا تضعها بهذا الثمن.
هي سترجع في الأصل إلى هذا الثمن، لكن أنت لا تضعها بهذا الثمن، ضعها فقط بثمن أقل. يعني مثلا اشتريتها ب 27، ضعها أنت فقط ب 60، ضعها فقط ب 60 دولار، واذهب وسوق لها في منتديات. وممكن أن ناس يشترونها بدون التسويق، بدون التسويق. نعم، يأتي شخص ويدخل إلى موقع جي تي اي ويكتب اسم اللعبة ويجدها مثلا ب 104، لكن لن يشتريها ب 104 دولار، سيذهب إلى عرضك أنت، العرض الذي وضعته أنت ب 60 دولار فقط، ويشتري من عندك بدون أن تقوم بالترويج لهذا العرض. يا سلام. والشيء الأهم في هذه المسألة، كيف تروج لهذه الألعاب؟ أتمنى أن يعني أن لا أطيل في هذا الفيديو، لكن يعني سأحاول أن أتكلم بسرعة لكي أوصل الرسالة وأشرح الأغلاط الفظيعة التي يقوم بها الإخوان العرب. نعم، أخطاء فظيعة جدا. ماذا يفعلون؟ فهو الآن يشتري لعبة، نعم يشتريها ويضعها في هذا الموقع، ويأخذ الرابط ويدخل إلى المنتديات الأجنبية. المنتديات الأجنبية الكل يعلم أنها تتوفر على ملايين الصور. تخيل، ما يعني مليون، مليونين، 3 ملايين من الصور، ليس واحد أو اثنان أو 100 أو حتى 200، ملايين الصور. فكيف لشخص يعني يتسجل في هذا الموقع ويوزع رابطه الخاص باللعبة بشكل عشوائي، وفي الغد يقول لك لا، الموقع ليس ربحي، لقد وضعت رابطي وشاركته مع الناس ولم يشتري أحد. كيف قمت بوضع هذا الرابط أخي الكريم؟ هل سيثق فيك الناس؟ أنت تسجلت في الموقع ووضعت واشتريت لعبة وقمت ب يعني ترويج لها ووضعتها مع الناس، قلت لهم فواسي لو جو مثلا GTA 5، نعم يعني وضعتها هكذا، من سيشتري؟ من سيشتري هذا؟ من أنت أولا؟ من أنت لكي يشتري من عندك؟ أخي الكريم، الترويج للألعاب كأنك تبني مشروع بساس، يجب وضع الساس من الأسفل، وضع ساس صحيح يعني، وبعدها مباشرة تشرع في الترويج والبيع. في الأيام الأولى تسجل فقط في الموقع وتفاعل مع الناس، شخص يسأل عن لعبة مثلا فيفا 15، قل له أن فيفا جميلة، قل له أنني لعبتها، قل له هذا وهذا، يعني تكسب شعبية في الموقع. شخص يريد حل لمشكل في لعبة ما، ساعد، قل له هكذا يمكن لك فعل هذا وفعل هذا وفعل هذا، وسيفرح جيدا. يعني الشهر الأول الذي سجلت فيه في الموقع الذي أو المنتدى الذي تروج فيه، تريد أن تروج فيه، لا تقم بمشاركة رابطك نهائيا في الشهر الأول وحتى الشهر الثاني، حتى تكسب الناس. يعني الناس يعرفون اسمك، البسودو الخاص بك يعرفوه الناس، ويقولوا هذا الشخص، واحد يقول لك لقد ساعدتني البارحة، واحد يقول لك شكرا لك لأنك أشرت إلى شيء مهم، والآخر، وهكذا أنت يعني تكسب الناس ويتفاعلون معك. بعدها مباشرة يعني تقوم يعني تقول لهم مثلا اللعبة الفلانية لقد وجدتها في موقع عالمي مشهور، هذا الموقع مثلا جي تو اي او انستون جيمينج، قل لهم مثلا وجدتها فقط بثمن كذا، هي في الأصل ب 100 دولار، أنا وجدتها لكم ب 60 فقط. سيفرحون، سيقولون هذا الشخص ممتاز، هذا الشخص كنا نعرفه، يعني كان جيد، وهذا يعني لن يكذب علينا، وبالتالي سيذهب وسيفتحون رابطك وسيشترون. فتحه مثلا مليون واحد، مليون شخص، سيشتروا عدد هائل من الناس، لأنك اكتسبتهم وأصبحوا ناس يعني يثقون فيك. هذا هو السر في الربح.
ليس بالتسجيل اليوم ووضع رابطك في جميع الصفحات بتلك الطريقة. والله كأنك يعني تدفن مالك، يعني أرباحك تدفنها بشكل نهائي. كشخص يعني ذهب إلى مكان بعيد وأخذ 5 ملايين ووضعها في حفرة، حفر حفر حتى وصل إلى يعني هذا، ووضع فيها يعني ذلك المال، وقام بإرجاع الرمل فوق هذا المال وذهب وتركه. نفس الشيء هذا هو الذي تقوم به أنت، الذي ينشر الروابط وبعدها يتم الموقع بحظرك، وها أنت خرجت بخفي حنين، لم تبع شيئا ولم تربح شيئا، وتقول لا موقع جيت أي نصاب لا يمكن الربح منه، موقع أنستون جيمينج موقع آخر لا يمكن ربحه، لا يوجد ربح في الإنترنت، ابتعد عن الإنترنت. أخي الكريم، الإنترنت كالواقع، بنيت على أساس صحيح ستصل يوما إلى أرباح والله لم تكن تتخيلها، لم تكن تتخيلها بتاتا، ولم لن تجدها في أرض الواقع. هذا ما يعني هذه الرسالة التي أريد أن أوصلها لكم. أعتذر أنني انفعلت كثيرا في هذا الفيديو، وكذلك يعني طول الفيديو، لكن صراحة هذا يحدث في الناس. شخص يعني يدخل إلى موقع ويضع أشياء، يعني يضع رابط بعشوائية بما، وهناك أشخاص آخرون يعني شرحوا بعض الشيء، يقول لك اذهب وخذ فيديو للعبة ضعه في اليوتيوب، وضع رابط يعني رابط اللعبة تحت الفيديو وسيأتك الناس وسيشتروا. من أنت؟ ها أنت يعني وضعت يعني فيديو للعبة، من أنت؟ كيف لي أن آتي وأدخل لرابطك وأشتري، وليس فقط لأدخل إليه وأشاهد، لا، لأشتري. من هذا الشخص الذي سيدخل لهذا الرابط ويشتري؟ بالله عليك أنت الذي تقوم بهذه الأشياء وتقول لا يوجد ربح، و يعني والشيء يعني في الأخير يعني سأشارك معكم موقع أكثر من رائع والله، إن تسجلتم فيه يعني، ويعني وقمتم بتعريف بأنفسكم، شاركتم أشياء جديدة للناس، أفادتم الناس، يعني فهو موقع باللغة الفرنسية ليس بالإنجليزية، تقول يعني صعب نوعا ما أو ما، لا، فهو فقط بالفرنسية. تحاول يعني معظم يعني الأشخاص لا يعرفون اللغة الفرنسية بشكل كبير، لكن ستحاول أن تكتب جملة جملتين 3 جمل، وتحاول أن تشارك مع الناس لكي يثقوا فيك، وبعدها والله سيجني لك هذا الموقع، يعني ستشارك فيه روابطك الخاصة بملايين، يعني مال كثير جدا ولا يمكن لك أن تتصوره. هذا الموقع هو jeuxvideo.com، وهو معروف عالميا، معروف، أي واحد سيكتب في جوجل ستجده، وهو يعني في يعني ترتيبه رائع في أليكسا ومشهور. هذا الموقع لوحده يعني إن قمت بالترويج فيه سيجني لك أرباح كثيرة، ولكن يعني ها هو يعني ستقوم بالتسجيل هنا، create an account، وستسجل وستدخل يعني في أشياء رائعة للغاية، رائعة للغاية. لا يمكن لي أن أشرح لكم كيف تتسجل وكيف هذا يعني كلام فارغ، هذا كلام فارغ تجاوزناه بكثير من السنوات الضائعة، فهذا شيء للمبتدئين ولأكثر من مبتدئ. المبتدئ الآن يعرف كيف يتسجل في موقعنا، يعني هذا الموقع رجاء رجاء لا تشوهوا سمعتكم في الأول. تسجل، تفاعل مع الناس، مع الشهر الأول، الشهر الثاني، وبعدها ستكتشف الناس ماذا يطلبون، ما هي الألعاب التي يريدونها، وبعد يعني وفي تلك الآن يعني ستشتري أنت الألعاب، وستستفيد من العروض التي يمنحها لك جي تي اي وكذلك أنستون جيمينج، لا تنسوا أنستون جيمينج فممتاز جدا، وتشاركهم مع الناس،
وطبعا الأرباح الهائلة ستأتيك من هذه المواقع. أحذر وأحذر مرة أخرى، لا تدخلوا لهذه المواقع لكي فقط تنشروا الروابط بعشوائية ومن اليوم الأول والثاني ويتم حذفكم. هذا موقع سيجني لك أموال لن تتخيلها ولم تتخيلها، وأعيد وأذكر وأعيد وأقولها، لن ولم تتخيلها. الموقع أكثر من رائع، تسجلوا فيه، تسجلوا كذلك في هذا العرض، يعني هذا العرض الذي قلت لكم يعني سينتهي بعد يومين، اليوم 16 يناير، اليوم يوم الجمعة، جمعة مباركة أولا لجميع من سيشاهد هذا الفيديو، والناس العرب والمسلمين في أينما كانوا، جمعة مباركة. يعني اليوم الجمعة 16 يناير سينتهي هذا العرض بعد يومين مباشرة، سينتهي هذا عرض رائع جدا، ستكتشفون ألعاب بأثمنة أكثر من نصف، أكثر تخفيض بأكثر من النصف، يعني تخفيضات هائلة جدا. يعني أود يعني أن أشرح يعني أشياء أخرى وأفيد بأشياء أخرى، لكن للأسف الفيديو يعني أطالته كثيرا جدا، يعني لكن لا مشكلة، المهم هو تستفيدوا وأن يعني أن تعرف كيف تروج يعني هذه الألعاب. إذا إلى هنا أنتهي إلى نهاية هذا الفيديو، وأتمنى أن تكونوا يعني استفدتم واستفدتم جيدا من هذا الفيديو. ومحظوظ جدا، محظوظ جدا من يشاهد هذا الفيديو، لأنه سيستفيد من العرض المحدود والمحدود جدا، يعني يومين فقط، يومين فقط وينتهي. إذا أشكركم، أشكركم جزيل الشكر على المتابعة، أتمنى لكم أن تكونوا دائما في تمام الصحة والعافية، وأن تستفيدوا من هذه العروض الممتازة جدا، وتشتروا هذه الألعاب وتحتفظوا بها. إذا أشكركم وأقول لكم إلى اللقاء في فيديو جديد دائما على قناتكم تعلم لتحترف. لا تنسوا أن تتسجلوا في القناة، لأن الجديد والجديد دائما هنا، ولا للاحتكار، أقول لا للاحتكار، المعلومة حق للجميع. أشكركم وإلى اللقاء.